هاي هاي جايز، عاملين ايه؟ انا بس مستنية كل الناس تخش. هاي هاي سارة، هاي أميرة، عاملين ايه الاخبار؟ طيب جايز، انا جاية اتكلمكم النهاردة في موضوع انا بالنسبة لي حاسة باحباط شوية ومتضايقة جدا، يعني جدا. انا عارفة انتم مش متعودين عليا اجي اتكلم بالطريقة دي، وسوري مش قصدي اكئبكم او اضايقكم، بس ده اللي حصل. انا عارفة انه الاقتصاد مأثر علينا جدا، والدولار بعد ما زاد فسو ناس كتيرة ما بقتش قادرة تعيش حياتها الطبيعية. انا النهاردة حاسة اني حاسة بالناس قوي قوي. النهاردة رحت اشتري ليب لاينر. ليب لاينر يعني بيزكس، حاجة للشفايف، حاجة عادية جدا. اتفاجئت ان سعره بقى غالي قوي قوي. ليه؟ وانا قلت احس ان انا مضايقه جدا جدا ومحبطه قوي، وما كنتش حابه اشير الاكسبيرينس دي معاكم، بس سوري سوري يعني بجد. عايزه بس نفسي انه تتفاعلوا معايا ويحصل شير كتير قوي لللايف ده، علشان نفسي صوتي يوصل. يعني لو سعر الليب لاينر كده، امال الكونسيلر هيبقى ايه؟ يعني انا متضايقه حقيقي، ونفسي نتفاعل مع بعض ونوصل اللايف ده لاكبر عدد من الناس، وصوتنا يوصل. صوتنا يوصل، من حقنا انه الليب لاينر يبقى سعره مناسب لكل الناس. دي ابسط حقوقنا، ابسط حقوقنا. اوكي يلا باي. ما عنتش أصدقه، ما عنتش أحبك، ما عنتش أحبك، ما عنتش، ما عنتش. هايلة هايلة يا أستاذة، كملي أرجوك تكملي. في مجتمع بقى فيه السطحية واخدة أكتر من حقها، والفنون والعلوم والثقافة شكلها اتغير تماما، فبقينا بدل ما نتكلم بالعلم بنتكلم بالهجايز. اديني في الهايف وانا احبك يا ننس. وبدل ما ندرس فن ارزع اي كلام على اي بيت وبقى اسمها اغنيه وانت بقيت فنان. وبدل ما تبقى مثقف اهبد اي معلومه من اي حته وهتبقى عميق. هو في ايه يا صاحبي؟ للدرجات دي ما بقاش عندنا الوقت ولا المجهود نعمل حاجة صح؟ من إيجابيات السوشيال ميديا إنها سهلت علينا نكتشف حاجات كتير بسهولة، لكن برضو خلتنا نكتشف كائنات غريبة اتفرضوا علينا وبقيوا ترند، والترند خلى من ولا حاجة حاجة. ليه كده يا ترند؟ المشكلة يا صاحبي إن إحنا مع الوقت وإحنا بنتابع الترند بنتأثر وبنروح لنفس الطريق، طريق الولا حاجة في كل حاجة. واحد مصاحب على علوكة وأشرف كوخة، عايزين نطلع الطيارة. كاتب اسمه باري كولينز كتب مقالة بيقول فيها إن التكنولوجيا سوف تجعلنا أغبياء، لأن ببساطة ما بقيناش مضطرين نشغل دماغنا في حاجة، وإنت ماشي ما بقتش محتاج تركز في الطريق وتحفظه، وذاكرتك تفضل فاكراه عشان جوجل هيقولك، مع إنه ياما توهك. The pyramids. ده الهرم؟ The pyramids. The pyramids. بس كفايه كذب، كفايه كذب. ما بقتش مضطر تقرا وتدور على المعلومات من كذا مصدر، مع العلم ان تعبك في الحصول على المعلومه هو اللي بيخليها تتخزن في دماغك عشان برضو جوجل هيقولك. التكنولوجيا طبعا مهمه وسهلت علينا الحياه. الانترنت دي تجيب لك اي معلومه في الدنيا، اللي هي دخلت مصر دخلت، بس الرطوبه بتاكلها. لكن اعتمادنا واستسهالنا خلانا نستقبل بس اللي بتوريه لنا وبتقدمه لنا، فبقيت الاغاني اللي موجوده دلوقتي ترند هي دي الفن دلوقتي، والطريقه والمعلومات الموجوده ترند هي دي الثقافه دلوقتي. وخلي بالك ان الميديا لما بتوصل لك صوره او تقدم لك ترند جديد بتفهمك ان ده الواقع دلوقتي والعالم دلوقتي، بس مش دي كل الحقيقه ولا دي كل الصوره. في الحقيقه ان لسه في شباب بتدور على الثقافه وبتكافح وتشتغل على نفسها ضد الاسفاف، بتتابع الفن اللي بجد. خلي بالك ان الترند بيطلع وينزل بيك انت، كل شير بتعمله مهم، كل فن واغنيه وكلمه ومعلومه بتساعد في انتشارها هي مهمه. المجتمع بيتطور لما انت بتتطور، لانك اهم يا صاحبي مما تتخيل. لماذا نحن هنا؟